السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة خمسة، ويلكم باك. النهاردة يا أبطال عندنا listen to الدرس الثاني من unit 9 من الوحدة التاسعة. اسم الوحدة لو تفتكر كان my favorite animal، يعني حيواني المفضل. وlisten to الدرس الثاني مقسم ل two parts، لجزئين، وإن شاء الله هنشتغل في السيشن ده ال two parts وكمان هنحل عليهم، فمطلوب منك إنك تركز معايا. عندنا grammar موجود في part 1، فأنت لازم تركز، تكبر الصورة وتعلي الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة. وليه طلب منك لو دي أول مرة تشوفني، فياريت إنك تشترك في القناة وتفعل الجرس لو متاح إنك تفعله علشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه ليك. بقول لك إيه، يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. بص يا بطل، هو بالنسبه للجرامر فاحنا هنتكلم ازاي تعبر عن الاستطاعه، تمام؟ طيب انت هتعبر عن الاستطاعه باستخدام كان، اوكي، كلمه اسمها كان او كلمه اسمها كود، ودول اللي احنا هنشتغل عليهم النهارده، كان وكود. كان وكود هي ايه؟ كان، كان معناها يستطيع، ده معنى كان يستطيع. اما كود معناها استطاع. افهم من كده ان كان بتعبر عن الاستطاعه في المضارع، معناها يستطيع دلوقتي، اما could معناها استطاع، ودي بتعبر عن القدره في الماضي، تمام؟ فتعالى نفصل بينهم كده، بين كان وكود، اوكي، بين كان وكود، ونتكلم على كان وكود. كان يستطيع يعني في المضارع، اوكي، انا بقدر دلوقتي، فدي اسمها كان، يبقى دي مضارع، ده اول حاجه هنا. اما could فدي ماضي، اوكي، could ماضي وكان مضارع. تاني، could ماضي وكان مضارع. I can، لما اقول I can يعني انا استطيع، بعبر عن القدرة دلوقتي، انا دلوقتي. اما لو قلت I could فدي معناها انا استطعت. I can انا استطيع، اما I could انا استطعت. عايز اكمل الجملة، فانا هكمل الجملة بفعل في المصدر، يبقى كان بعدها مصدر، infinitive يعني مصدر. could نفس القصة، بعدها مصدر. هو اللي هنقوله هنا هنقوله هنا، لأن could ماضي كان، هما فعل واحد ولكن ده المضارع وده الماضي. طيب كان بعدها فعل في المصدر، يعني فعل بدون إضافات، يعني ما تقوليش plays، اوكي، ما تقوليش plays، ما تقوليش played، اوكي، ما تجيبش إضافات على الفعل، يعني ما تقوليش مثلا playing، ما تضيفش ing، ما تقوليش I can playing. كل ده غلط، لأن كان بعدها فعل في المصدر، فعل بدون إضافات، فقول لي I can play، خلاص خلي كلامك كده I can play بدون إضافات. I can play tennis، يعني إيه I can play tennis؟ يعني أنا أستطيع أن ألعب تنس. عبرت عن القدرة بـ بكان، اوكي، ده دلوقتي، دلوقتي، ده مضارع، مضارع، جه بعد كان فعل في المصدر، يعني فعل بدون إضافات. طيب تعالى الكود، كود معناها استطاع، انا بعبر عن في الماضي وانا صغير كنت بعرف اعمل ايه، فهقول اي كود. هيجي ايه بعد كود؟ فعل في المصدر، زي مثلا رايد، يركب. اي كود رايد بايك، يعني ايه اي كود رايد بايك؟ يعني انا استطعت ان اركب عجله. اي كود رايد بايك، تمام، اي كود رايد بايك، ده بقى ماضي. يعني مثلا ممكن اكمل واقول 10 years ago، منذ 10 سنوات، او اقول مثلا when I was، عندما كنت، when I was مثلا 7، لما كان عندي 7 سنين، or when I was 7 years old، ما كان عندي 7 سنين، I could ride a bike، ده ماضي، ما كان عندي 7 سنين او من 10 سنين او ايا كان، فده ماضي. فعلشان اعبر عن الاستطاعة في الماضي استخدمت could. طيب اجيب ايه بعد could؟ فعل في المصدر. اجيب ايه بعد كان؟ فعل في المصدر. يعني الخلاصة، انا بقول لك ان يستطيع دلوقتي، انا دلوقتي بعرف اعمل حاجه، فاقول I can، انا استطيع، بلاش I، he can هو يستطيع، she can هي تستطيع، it can. عايز اعبر عن الاستطاعه في الماضي فهقول could، I could انا استطعت، او he could هو استطاع، او she could هي استطاعت، ده في الماضي، كانت زمان بتعرف تعمل الحاجه دي. طيب انا عاوز انفي، اوكي، النفي بيكون ازاي؟ هنا نفي، عايز اتكلم على النفي، وهنا عايز اتكلم على النفي. نفي كان هقول كان نوت، يبقى هضيف نوت،
هقول كان نوت. طيب كان نوت ممكن اختصرها لكانت، تمام؟ يبقى اقولها كانت 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 كانت. اما كود نفس القصه، هضيف لي كود نوت تبقى كود نوت كود نوت، وبنختصرها لكودنت. يبقى احنا دلوقتي دخلنا في قصه كانت وكودنت، كانت وكودنت، كانت وكودنت، تاني كانت وكودنت. كانت بقى معناها لا يستطيع، انا بقول لك بنفي كانت لا يستطيع. اما كودنت معناها لم يستطع، يبقى هنا مضارع وهنا ماضي. كانت لا يستطيع دلوقتي، انا دلوقتي لا استطيع ان انا اعمل حاجه، فهقول اي كانت دلوقتي اي كانت. اما اي كودنت معناها وانا صغير ما كنتش بستطيع وما كنتش بعرف اعمل الحاجه دي، فده كودنت. يبقى احنا دخلنا في قصه كانت وكودنت. كانت، تعالى بقى نمسح الجمل دي كده ونمسح الكلام ده ونتكلم على كانت. اوكي، لا يستطيع دلوقتي، وكودنت لم يستطع في الماضي، كلام سهل جدا. اوكي، قلنا كان يستطيع، اما لا يستطيع لا، اوكي يستطيع فدي معناها كانت. اما لم يستطع فدي معناها كودنت. يبقى نفي كان كانت ونفي كود كودنت. نقول جملة بكانت، يعني انا مثلا دلوقتي I can't speak French، انا لا استطيع ان اتكلم فرنسي دلوقتي، انا ما بعرفش اتكلم فرنساوي، فهقول I can't، وعبر عن عدم الاستطاعة بقى، عدم القدرة. I can't، انا لا استطيع. هيجي بعد كانت فعل في المصدر. بص، عود نفسك دايما اي جملة فيها كان او كانت او كود او كودنت هيجي معاها فعل في المصدر، يعني بس عشان ايه؟ علشان ترتاح. كان وكانت وكود وكودنت هيجي بعدهم فعل في المصدر، فهقول I can't speak، I can't speak French، انا لا استطيع ان اتكلم الفرنسية. شفت جبت ايه بعد كانت؟ جبت فعل في المصدر speak، I can't speak French. اما couldn't معناها لم يستطع، يعني وانا زمان وانا صغير، وانا صغير I couldn't، ممكن قلت لك بدل I نقول هي نقول شي نقول ات اي كان. I couldn't مثلا I couldn't play، لم استطع ان العب باسكتبول، كرة سلة، وانا صغير بس انا دلوقتي ماهر فيها. Now I'm good at it، انا دلوقتي جيد في الباسكتبول، بس زمان in the past في الماضي، but in the past ولكن في الماضي I couldn't play basketball، ما كنتش بعرف ألعب كرة سلة. بالنسبة لكان يستطيع، نفيها كانت لا يستطيع، مضارع، دول مضارع، دول دلوقتي now، دول now، دول now الآن. أما could استطاع، نفيها couldn't لم يستطع، دول in the past، دول ماضي in the past، ممكن دلوقتي أكون بستطيع وبعرف لكن في الماضي ما كنتش بعرف. اوكي، فده in the past وده now. طيب تعالى دلوقتي نعمل أسئلة وندخل can و could في الأسئلة. لو انت بدأت الجملة بكان او could فسؤالك بهل، انت كده بتعمل سؤال بهل، تمام؟ ركز كده معايا يا حبيب قلبي، احنا هنا هنبدأ بكان، فكان في الأول معناها هل، تمام؟ كان هي يعني هل يستطيع هو. طيب الزمن هنا ايه؟ مضارع طبعا، بقول كان. طيب مثلا اقول كان هي رانز، ايه كان هي رانز؟ ازاي كان هي رانز؟ كان معاها فعل في المصدر، قول لي كان هي ران، فعل بدون اضافات. كان هي ران فاست؟ كان هي ران فاست؟ ايه ده؟ كويشن مارك؟ اه علامة استفهام، انا بسأل بقول لك. كان هي ران فاست؟ هل يستطيع ان يجري بسرعة؟ كان هي ران فاست؟ كان هي ران فاست؟ انا بسال دلوقتي في الوقت الحالي، بيعرف دلوقتي انه يجري بسرعه؟ كان هي ران فاست؟ طيب لو انا بدات بكود برضه نفس القصه، بتسال بهل بس سؤالك في الماضي بقى، بسال عليه زمان في الماضي كان بيعرف. نقول مثلا كود كود شي، اوكي كود شي يعني هل استطاعت هي، انا بتكلم في الماضي، هي زمان كانت بتعرف مثلا مثلا كوك تطبخ. ايه ده؟ كوك فعل في المصدر بدون اضافات. could she cook، تمام؟ could she cook، could she cook، could she cook مثلا lunch، هل استطاعت ان تطبخ الغداء؟ could she cook lunch، كانت بتعرف تطبخ الغداء، ده سؤال في الماضي، زمان كانت بتستطيع تطبخ ولا لا؟ could she cook lunch. طيب عاوز اجاوب،
بسيطه جدا علشان تجاوب، سهله جدا جدا. افرض ايوه، يعني كان هي ران فاست، افرض ايوه وبيعرف يجري بسرعه، هتعمل الاغنيه بتاعتنا بقى، تعمل يس وبعد يس كما وبعد الكما مقص، يعني تعمل هي كان، تبدل كده يس هي كان يس هي كان يس هي كان. افرض ما بيعرفش، هتعمل نو وبعد نو كما وبعد الكاما مقص، برضو تقول هي كان، بس لازم مع نو تنفي، نقول نو هي كانت، يس هي كان او نو هي كانت، يس هي كان او نو هي كانت. طيب كود شي كوك لانش، هل كانت تستطيع انها تطبخ الغداء؟ افرض ايوه، ايوه كانت بتعرف، هنعمل يس وبعد يس كاما وبعد الكاما مقص، نقول يس شي كود، يس شي كود، ايوه كانت بتعرف، يس شي كود. طيب افرض لا، ما كانتش زمان بتعرف تطبخ الغداء، هقول نو وبعد نو كما وبعد الكاما مقص، يبقى كود شي هتبقى شي كود، ولازم مع نو انفي، نقول نو شي كودنت، اوعى تنسى مع نو انفي، نو شي كودنت. يبقى يستطيع كان دلوقتي، في الماضي استطاع، في الماضي زمان كود، نفي كان كانت لا يستطيع، ونفي كود كودنت لم يستطع. عايز تسأل ابدأ بكان في الأول، معناها هل يستطيع، بس خلي بالك لو انت عندك كان يو، لما تيجي تجاوب يو بتتحول لآي ماشي، او كود يو برضو هتحول يو لآي. عموما كده كده في السؤال يو بتتحول لآي في الإجابة. يعني مثلا عندك السؤال ده، واحد بيسألك بيقول لك كان، وكان في الأول يعني هل اتفقنا، كان يو، كان يو، اوكي، كان يو، هل تستطيع انت دلوقتي كلايم، انك تتسلق التري؟ شفت انا جبت فعل في المصدر، كان يو كلايم تري، كان يو كلايم تري، هل تستطيع ان تتسلق شجره؟ افرض ايوه انا بعرف اتسلق شجره، هقول يس، اوكي، وبعدين كما، ما تقولش يس يو كان، قول يس اي كان، حول يو لاي. هو بيسالك انت كان يو، هو انت تعرف تتسلق شجره؟ فانت لو تيجي تجاوب هتقول له ايوه انا، ايوه انا، ايوه انا بعرف اتسلق شجره، يس اي كان، او تقول له نو اي كانت، اوكي، بنفي مع نو، اوعى تنسى بنفي مع نو، نو يبقى كانت، يس يبقى كان. طيب حولت يو لي اي، اوعى تنسى دي، كان يو كلايم اتري، تعرف تتسلق شجره؟ يس اي كان، ايوه بعرف، او نو اي كانت. طيب كود يو، اوكي، كود يو يعني هل استطعت، ده في الماضي، خلي بالك معايا. Could you take the bus؟ هل استطعت أن تأخذ الأتوبيس؟ When you were، لما كان عندك مثلا 10 10 سنين، افرض أيوه yes I could، افرض لأ no I couldn't. يبقى لما بسأل بكان، أبدأ بكان أو أبدأ بكود، اعمل في الآخر علامة استفهام، ده سؤال. طيب في سؤال تاني برضو بستخدم فيه كان وكانت، اللي هو السؤال بأداة استفهام، يعني سؤال بادئ بوات مثلا، تمام، سؤال بادئ بوات، بعد وات، بعد أداة الاستفهام احنا بنجيب فعل مساعد. مين الفعل المساعد؟ مش هنلاقي احسن من كان وكود طالما بنتكلم عنهم، يعني ينفع اقول وات كان، اه وات كان، تمام، وكذلك هقول وات كود، طبعا في الماضي هقول وات كود، اوكي، وات كان وات كود، تمام، وات كان يو. طيب وات كود شي، ماذا استطاعت هي في الماضي؟ طيب عاوز اكمل، قول دو، ليه دو؟ طب ليه ما اقولش داز او ديد او دوينج؟ فعل في المصدر، كان موجوده، لازم يجي فعل في المصدر، دو بدون اضافات. وات كان يو دو، وات كان يو دو، وات كان يو دو، ماذا تستطيع ان تفعل؟ ده دلوقتي، انت دلوقتي كان مضارع، what can you do، ماذا تستطيع ان تفعل دلوقتي. اما what could she do معناها ماذا استطاعت هي ان تفعل، هي زمان كانت بتعمل ايه، what could she do، what could she do، ده في الماضي، اوكي، يبقى السؤال دلوقتي في المضارع كان، في الماضي could، وخلي بالك كان وكود موجودين فعل في المصدر على طول معاهم. What can you do? What could she do? عايز اجاوب على السؤال، واحد سألك وقال لك What can you do؟ هتجاوب تقول له مثلا What can you do؟ ماذا تستطيع ان تفعل دلوقتي؟ لا ده انا دلوقتي بعرف اعمل حاجات كتير. I can draw،
أستطيع أن أرسم. I can draw a nice picture. صورة جميلة. I can draw a nice picture. أستطيع أن أرسم صورة جميلة or nice pictures أو صور جميلة. ده دلوقتي أنا دلوقتي بعرف أعمل الكلام ده. طيب what could she do؟ هي كانت بتعرف تعمل إيه؟ ده ماضي. What could she do؟ ماذا استطاعت أن تفعل؟ لا 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 ده هي كانت زمان. She could sing. كانت بتعرف تغني. She could sing well. كانت بتعرف تغني كويس. شفت بعد could جبت فعل في المصدر. ده خلاصة can و could. بتعبر عن الاستطاعة في المضارع can. بتعبر عن الاستطاعة في الماضي could. عايز تنفي can قول can't. لا استطيع برضو مضارع. عايز تنفي could وتقول لم يستطع قول couldn't. كان وكانت وكد وكدنت. العيلة دي كلها معها فعل في المصدر. فعل بدون إضافات. معها فعل في المصدر. فعل بدون إضافات. خلاص؟ عايز تسأل ابدأ بكان في الأول. سؤال في المضارع. ابدأ بكد في الأول. سؤال في الماضي. ممكن تحط كان وكد بعد أداة الاستفهام. What can? Where can? Okay? What can? يعني ماذا تستطيع؟ مضارع. What could ماضي. What could you do؟ ماذا استطعت أن تفعل؟ بتحول يا حبيبي you لآي لما تيجي تجاوب. بتحول you لآي. بتحول you لآي. ده كان الجرامر بتاع part 1 الجزء الأول من lesson 2. فتعال بقى نرجع لكلمات part 1. قلنا ان listen to مقسم لتو بارتس. فبارت 1 الجزء الاول اسمه what could you do. طبعا خلاص انت فاهم بقى what could you do. ماذا استطعت ان تفعل. فهنبدأ باول كلمة عندنا هي اللغة الايطالية ودي اسمها italian. italian italian. وخلي بالك ان اول حرف في اللغات بيبقى capital letter. حرف capital. فهتبدأ italian كده بالاي capital. اسمها italian. italian italian Italian. اللغة الإيطالية Italian. اللغة الألمانية بقى اسمها German. 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 وبرضو حرف G capital. German. 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 أما اللغة الفرنسية فهي اسمها French. 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 افرض بقى أنا زمان كنت بعرف أتكلم فرنسي فهقول I could speak French. أو I could speak German. When I was 11 لما كان عندي 11 سنة I could speak German. When I was little لما كنت صغير I could speak French. بعبر عن الاستطاعة في الماضي ب could. عندنا كده ثلاث لغات Italian لغة إيطالية German لغة ألمانية French لغة فرنسية. لعبة الشطرنج اسمها chess. chess chess chess. وأنا زمان كنت بعرف ألعب شطرنج هقول I could play chess. طيب كرة السلة اسمها basketball. basketball basketball basketball. أخويا وهو صغير كان بيعرف يلعب سلة هقول my brother could. لأن أنا بتكلم في الماضي. my brother could play basketball. my brother could play basketball. كلمة busy يعني مشغول. busy busy. okay. مشغول busy. مشغول busy. مشغول busy. okay. مشغول busy. عندي بعد كده بقى كلمة اسمها able to. يعني إيه able to؟ able able to يعني قادر على. اسمها able to. able to ايه ده؟ وانا ممكن اعبر عن الاستطاعة ب able to وبلاش كان. اه ممكن. بس لو انت هتستخدم able to لازم تجيب قبلها am او is او are في المضارع. ولو ماضي تجيب قبلها was او where. هو كده ده شرط able to. كان سهلة جدا وكنت سهلة. لكن لو عايز تستخدم able to يا سيدي مفيش مشكلة. فانت ممكن تقول I. ما تقولش I able to. انا قادر على. لا قول I am able to. وبنختصرها ل I am. I am able to. أنا قادر على. I am able to. أنا قادر على دلوقتي. وهات بعدها فعل في المصدر. قول I am able to speak English. I am able to speak. أنا قادر أن أنا أتكلم English. إنجليزي. إمتى؟ دلوقتي. I am able to speak English. I am able to speak English. افرض بتكلم على نفسي زمان وانا صغير كنت بعرف اتكلم انجليزي. فطبعا هقول I was. I was ماضي. I was able to speak English. يبقى قادر على يعني able to. able to قادر على. able to. دولة فرنسا اسمها France. 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 وشهر يعني month. 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 ابن العم او ابن الخال او بنت العم او بنت العمة.
او ابن الخالة او بنت، بص هم تمانية، هم تمانية يتقال عليهم كازن كازن كازن. مين التمانية؟ أربعة ابن وأربعة بنت، ابن العم، ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة، بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة، كل دول يتقال عليهم كازن كازن، معناهم في الانجليش كازن كازن. فلو انا قلت لك ماي كازن هسيبك بقى تو، يا ترى مين يقصد، ولد ولا بنت؟ طب يقصد ابن عمي ولا بنت عمي ولا ابن خالي ولا ابن خالتي؟ كازن 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 كازن، اسمها كازن. مندهش يعني amazed 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 amazed، مندهش amazed. طيب عاوز تقول سريع اسمها fast fast fast، اما بسرعة برضو fast 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 fast، وفاست برضو بتساوي quickly بسرعة. يبقى انت عايز تقول بسرعة قدامك fast قدامك quickly، فممكن تقول run fast يجري بسرعة، وممكن تقول run quickly يجري بسرعة. عايز اعبر عن الاستطاعة في الماضي اقول I could run fast. طب دلوقتي I can run fast، ممكن بدل run fast نقول run quickly run quickly. I can run quickly او I could run quickly. عمر او سن يعني age age age، اوكي؟ عمر او سن اسمها age 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 age. At the age of، لما اجي اتكلم على نفسي انا واقول at the age of seven، يعني في عمر السابعة، الزمن ماضي طبعا، ماضي جدا، وانا عندي سبع سنين كان ماضي 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 من زمان، فده هستخدم معايا طبعا could، هستخدم معاه الماضي. يبقى age يعني عمر او سن، ما تنساش at the age of seven في عمر السابعة، at the age of ten في عمر العاشرة، يبقى at the age of seven في عمر السابعة، at the age of ten في عمر العاشرة، قول لي بقى at the age of five تبقى ايه؟ برافو عليك، في عمر الخامسة، at the age of four excellent في عمر الرابعة، at the age of 12 في عمر الثانية عشر، كل ده ماضي. كده احنا خلصنا part 1 الجزء الاول، بس كده بس كده، وكان اهم حاجة فيه الجرامر ركز فيه، وطبعا الكلمات اللي قلناها فانت كده كده بطل وهتحفظها. تعالى دلوقتي هننتقل لبارت 2 للجزء الثاني، والجزء الثاني هنحكي فيه ستوري قصة، ولما اقول لك ستوري فمعنى كده ان القصة دي ليها مورال، مغزى اخلاقي ودرس مستفاد. يا ترى ايه هي القصة اللي هنقراها وايه الدرس اللي هنستفيده منها؟ يلا بينا يا بطل نشوف الستوري بتاعتنا ونشوف بارت 2. القصة اللي في بارت 2 اسمها The Travelers and the Tree، يعني المسافرون والشجرة. تعال الأول ناخد كلمات، الكلمات دي هتساعدنا جدا إن احنا نفهم القصة. أول حاجة هي branch of a tree، branch of a tree، يعني إيه branch of a tree؟ branch of a tree يعني فرع شجرة. إيه ده أنا بسمعها branch branch branch، مفيش مشكلة، ما هو برانش برضو صح، بس برانش بريطاني، لكن انا بقولها لك برانش بالامريكان فده صح. زي كلمة فرانس، لما قلت لك فرنسا فرانس فرانس ممكن تسمعها فرانس فده صح برضو بريطاني، فمفيش مشكلة الاتنين صح. يبقى branch of a tree اللي هو فرع الشجرة، branch of a tree branch of a tree branch of a tree فرع الشجرة. تعال نشيل كلمة branch ونحط كلمة احنا خدناها قبل كده، كلمة ايه دي؟ كلمة trunk، فاكر جذع الشجرة؟ اوكي، لو انا قلت trunk of a tree اقصد جذع الشجرة، trunk of a tree trunk of a tree trunk of a tree يعني جذع الشجرة trunk of a tree. كلمة مأوى او مسكن او مكان كده بحتمي فيه اسمه shelter 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 shelter، اسمه shelter shell طبعا الاس اتش ش ش ش shelter 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 يعني مأوى او مسكن shelter. متعب او منهك يعني exhausted exhausted exhausted، واحد منهك خلاص متعب جدا exhausted، مرهق منهك متعب exhausted 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 خلاص اسمها exhausted exhausted. طيب هل في كلمة تانية ممكن استخدمها بدل exhausted او بنفس المعنى؟ tired متعب tired tired tired، اكتب يا بطل معايا وقول قول قول tired متعب tired. يبقى exhausted منهك متعب tired tired متعب. بعد كده عندي كلمة fable. ايه fable؟ يعني حكاية رمزية او خرافة. fable 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 قصص
تمام؟ بتتحكي لنا عن حيوانات مثلا بتتكلم وحاجات كده، فايه ده؟ ده خرافات، ولكن بيكون ليها مورال، بيكون ليها مغزى اخلاقي، بيكون ليها دروس مستفاده. هي اسمها فيبل، 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 اف اي بي ال اي. احنا هنتكلم النهارده عن فيبل لان الشجره هتتكلم في الستوري في القصه، فتبقى دي فيبل، 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 حكايه رمزيه، خرافه، ولكن بتعلمني لسن، بتديني مورال، بتديني درس. اسمها فيبل، فيبل، fable, fable, fable. Today we're going to know an interesting fable. هنعرف النهاردة fable شيقة جدا، حكاية شيقة جدا. fable, fable, fable. مشهور يعني famous, famous, famous. مشهور famous, F-A-M-O-U-S. Okay? Famous, famous. مشهور. وكلمة rest اللي هي الاستراحة. Rest, 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 rest. استراحة, rest. R-E-S-T. Okay. Rest. Rest. Can I take a rest? ممكن اخد استراحة؟ ممكن استخدم can للطلب برضو. Can I take a rest? ممكن اخد استراحة. Rest. Rest. استراحة. Rest. دولة يعني country. 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 دولة country. تمام؟ دولة country. Country. والظل اسمه shade. 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 خدناه في الترم الاول. Shade. Shade. شيد S-H-A-D-E. شجرة النهاردة ليها شيد، ظل، شيد، 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 شيد. منطقة يعني area. 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 تمام؟ منطقة area. 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 أما النسيم اللي هو الهواء الخفيف كده اللي هو الجنتل ويند ده اسمه بريز، بريز. النسيم الهواء العليل اسمه بريز، 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 B-R-E-E-Z-E. بريز، 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 كاي، بريز، بريز، بريز. النسيم عايز تقول على حاجة ان هي عديمة الفائدة او منهاش فايدة، فبتقول it's useless. 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 عديم الفائدة. Useless. 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 زي ما اللي ترافلرز المسافرين هيقولوا على التري انها useless. Okay. It's a useless tree. يعني شجرة عديمة الفائدة ما فيش فيها اكل ناكله. Useless. 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 عديم الفائدة. Useless. عديم الفائدة ما منوش فائدة. Useless. اما مريح يعني comfortable. 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 مريح. Comfortable. Comfortable. مريح. عاوز تقول هما الاتنين يعني كل منهما اسمها both. 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 كلاهما او كل منهما او هما الاتنين. Both. 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 بوث احمد ان علي يعني كلا منهما احمد وعلي الاثنين. بوث بوث بوث. كلمه قيمه يعني فاليو، 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 فاليو. قيمه فاليو، فاليو. المورد بتاع الفيبل اللي هنقراها ان احنا اتس امبورتنت تو جيف فاليو، مهم جدا انك تدي قيمه تو سمول ثينكس، للاشياء الصغيره ان اور لايفز، في حياتنا. ممكن تبقى حاجه صغيره في حياتنا واحنا مش مديلها قيمه، لا، مهم جدا انك تدي قيمه للحاجه دي. فاليو يعني قيمه او مكانه. فاليو، فاليو، فاليو. اوكي. فاليو، فاليو، قيمه او مكانه. فاليو. اما واسع او عريض يعني وايد، وايد، وايد. واسع او عريض. وايد. اوكي. وايد، وايد، وايد. ذا ستريت از وايد. الشارع واسع. وايد. اما مكسرات يعني nuts, nuts, nuts. مكسرات nuts, nuts, nuts. مكسرات nuts. بص يا بطل، كلمة يسافر يعني travel. تمام؟ travel, T-R-A-V-E-L. طيب ضيف لترافل E-R, traveler, traveler, المسافر. طيب اجمع وحط S, travelers, المسافرون. وقصة النهاردة اسمها the travelers, المسافرون, and the tree والشجرة. Travelers, المسافرون. Travelers, travelers. هي جاية من travel يسافر. Travelers, المسافرون. Travelers, travelers, المسافرون. Travelers. أما تاجر يعني trader, trader, trader. تاجر, trader, trader, trader. تمام؟ تاجر, trader, trader, trader. تحس إنها بالعربي قريبة من الإنجليزي يعني تاجر, trader. Trader, trader. Tager, trader. Tager, trader. حقل يعني field, field, field. Okay. حقل, field, field, field. وفكرة يعني idea, idea, idea. Okay. فكرة, idea, فكرة, idea, idea. جعان يعني hungry, hungry, hungry. جعان, hungry, hungry. H-U-N-G-R-Y. Hungry, hungry, hungry. جعان.
بص بقى الكلمة اللي جاية هي صفة سلبية طبعا 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 طبعا. عندك حاجة اسمها grateful، هو grateful حلوة تمام، لكن نعمل عكسها تبقى طبعا حاجة سلبية. grateful يعني ممتن، يعني لما واحد بيعمل لي خدمة او بيساعدني او بيقدم جميل ليا فانا بشكره، اوكي؟ فدلوقتي I'm grateful، انا شاكر وممتن ليه، بعبر عن شكري، ودي حاجة كويسة جدا، لازم الصفة دي تكون فينا، ان احنا نكون grateful grateful okay grateful grateful. حط بقى قبلها ان، فاكر ان اللي بتفيد العكس، حط قبلها ان، الزق فيها ان، ungrateful ناكر للجميل. يعني مثلا واحد ساعدني وانا ما قلتلوش شكرا، وبالعكس يعني كمان بعامله معاملة مش كويسة او معاملة وحشة، فانا كده I'm ungrateful، انا ناكر للجميل، ودي صفة سلبية المفروض ما تكونش فينا. اي حد ساعدنا بحاجة اوكي او ادالنا حاجة فالمفروض نكون grateful not ungrateful. فungrateful يعني ناكر للجميل، ungrateful 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 ناكر للجميل ungrateful. عايز تقول من المحتمل، يعني I'm not sure يعني مش متأكد، اسمها probably probably probably، من المحتمل pro باب okay probably 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 probably، طبعا بنقرب الحروف من بعضها probably probably، من المحتمل okay probably I'm not sure مش متأكد probably. جاف يعني ما فيهوش مية، اسمها dry 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 dry. وخلي بالك من الجه اللي بتطلع كده ج ج ج dry 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 dry، يعني جاف حاجة جافة dry. آخر حاجة meeting point نقطة اجتماع، تمام؟ معروف كده ان احنا هنتقابل فين؟ هنتقابل تحت الشجرة دي، هي دي الميتينج بوينت بتاعتنا، تمام؟ هنتجمع تحت الشجرة، ميتينج بوينت نقطة اجتماع، ميتينج بوينت ميتينج بوينت ميتينج بوينت ميتينج بوينت، مهمة يا حبيبي مهمة، نقطة اجتماع نقطة لقاء، تمام؟ بنلتقي في هذا المكان لأن هذا المكان meeting point نقطة اجتماع ونقطة لقاء. meeting point meeting meeting meet meet بس يقابل meeting point meeting point point نقطة meeting point نقطة لقاء نقطة اجتماع meeting point حاجة معروفة ان احنا هنتقابل هناك لان ده الميتينج بوينت بتاعتنا نقطة اللقاء او نقطة الاجتماع meeting point زي الشجرة بتاعت القصة هتكون meeting point نقطة اجتماع. الافعال غير منتظمة عندك الفعل rest يرتاح او يستريح rest rest rest. ايه ده انت لسه قايل لي ان rest راحة ويرتاح فعل، وماضي rest rested بقول لك افعال منتظمة، يبقى ماضي rest rested rest rested rest rested حطها الف جملة زي could. اه انت بتتكلم ماضي زي could rest under the tree، يعني كانوا بيقدروا ان هم يستريحوا تحت الشجرة. rest rest ارتاح و rested استراحة. طيب عندك كمان الفعل enjoy يستمتع به، enjoy 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 okay enjoy يستمتع به. طب ايه الماضي منه؟ enjoyed حط اي دي enjoyed enjoyed okay enjoyed استمتع به enjoyed زي enjoyed هم استمتعوا به its shade بالظل بتاعها okay. طيب ممكن اقول زي could enjoy could معها مصدر زي could enjoy its shade قدروا ان هم يستمتعوا بالظل بتاعها يبقى enjoy enjoyed. ينقذ يعني save save لها معنى تاني يوفر save 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 الباست منها saved انقذها saved saved saved. وحقيقي الشجرة كانت بتنقذ ارواح ناس كتير جدا لما يقعدوا تحتها كيف في الظل بتاعها في الحر، فكانت the tree could save قدرت ان هي تنقذ their lives حياتهم. فsave saved save saved. ويشكر thank 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 ثثثة طلع لسانك ثثثة thank thank لازم اكون grateful ممتن واقول للناس thank you شكرا thank thank thank. وماضي thank thanked فعل منتظم thanked thanked okay thank thanked thank thanked thank thanked. الافعال غير منتظمة بقى عندي give يعطي ده فعل غير منتظم علشان كده الماضي منه gave اعطى gave gave give gave give gave give gave. فعل fall يسقط fall 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 يقع او يسقط
الماضي منه fell اللي هي وقع أو سقط. fell 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 fall fell fall fell fall fell. والفعل keep يحفظ أو يحافظ على keep 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 الماضي منه kept 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 okay kept 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 the tree الشجرة kept people خلت الناس وحافظت على الناس ان هما cool يكونوا منتعشين كده في جو لطيف. keep kept keep kept keep kept. اما يستيقظ wake 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 يستيقظ wake. عايز اقول استيقظة في الباست هتبقى walk 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 w o k e walk wake walk wake walk wake walk expressions. وطبعا انت عارف ان الاكسبريشنز حفظ. فبص في فعل اسمه move 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 يعني يتحرك move m o v e. ضيف لي move across تبقى move across يتحرك عبر او يتحرك خلال. move across move across move across okay move across the desert يتحرك عبر الصحراء. move across move across move across. عارف fall اللي هي يقع تمام fall يقع. ضيف ليها asleep fall asleep يغرق في النوم. fall asleep fall asleep fall asleep fall asleep fall asleep يغرق في النوم تمام ينام بسرعة كده ويستغرق في النوم. fall asleep fall asleep. أما look up يعني ينظر لأعلى. look up لها معنى تاني بس مش عليك دلوقتي انك تبحث عن كلمة في القاموس. look up ينظر لأعلى look up look up look up look up ينظر لأعلى. أما look around يعني ينظر حوله يبقى up ببص لفوق لكن look around بأنظر حولي. okay look around look look around look around look around ينظر حوله. feel sorry يعني يشعر بالأسف. feel sorry feel sorry feel sorry feel sorry okay feel sorry when someone does something wrong لما واحد بيعمل حاجة غلط طبعا he feels sorry بيشعر بالأسف يقول I'm sorry أنا آسف. feel sorry feel sorry feel sorry. a meeting point نقطة اجتماع. a meeting point for يعني نقطة اجتماع لي. a meeting point for نقطة اجتماع لي لمين مثلا 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 the traders التجار. the tree الشجرة was كانت a meeting point for نقطة اجتماع لي the traders التجار. okay a meeting point for a meeting point for نقطة اجتماع لي. طب احنا قلنا wake يستيقظ wake up يستيقظ wake up تيجي تصحي واحد فتقول له لو سمحت wake up wake up wake up wake up wake up يستيقظ. keep us cool تبقينا منتعشين. okay keep us cool keep us cool الشجرة وظل الشجرة keep us cool في الحر. okay keep us cool بيبقينا منتعشين بيحافظ علينا منتعشين. keep us cool keep us cool keep us cool. فاكر لما قلنا both يعني كل منهما. في بقى كلمة اسمها neither neither يعني ولا واحد منه. neither okay neither of neither لو سمعتها neither مش غلط فهو صح برضو عشان ما تستغربش لو سمعتها neither فneither أو neither صح ولكن النطق الشائع ليها neither 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 of يعني ولا واحد منهم اسمها neither of neither of neither of okay neither of neither of البطل هيحفظها تمام هتحفظها يا بطل. neither of neither of ولا واحد منهم neither of neither of neither of ولا واحد منهم neither of. عندك definition زي كلمة breeze. breeze اللي هو النسيم. ايه النسيم ده؟ قالك النسيم ده is a little wind رياح خفيفة او is a gentle wind okay رياح خفيفة little wind little wind رياح خفيفة كده فده اسمه breeze 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 النسيم. اما كلمة useless اللي هو عديم الفائدة okay useless يعني when something is useless لما الحاجة تبقى useless يعني we can't use it ما ينفعش نستخدمها ملهاش فايدة we can't use it useless. اما ungrateful اللي هو نكر الجميل ungrateful وده when someone is ungrateful لما الواحد يبقى ungrateful يعني they don't thank others ما بيشكروش الناس ما بقولش لحد شكرا for doing something good واحد عمل لي حاجة good جيدة وانا ما بقولوش thank you فانا
ungrateful, ungrateful, نكر الجميل. أما comfortable يعني مريح comfortable وده when something is comfortable لما الحاجة تبقى comfortable يعني it's nice to sit on جميل أو لطيف إنك تقعد عليها or wear أو تلبسها لأن هي comfortable مريحة. أما meeting point نقطة اجتماع meeting point يعني somewhere هو مكان where people meet حيث يتقابل الناس فده اسمه meeting point meeting point. عندي بقى أهم النقاط المين بوينتس بتاعت ستوري أهم النقاط إيه أهم النقاط بص يا بطل the tree الشجرة was the only tree in a field هي الشجرة الوحيدة في الحقل مفيش اللي هي the travelers والمسافرون rested ارتاحوا أو استراحوا under the tree تحت الشجرة where حيث there is some shade يوجد ظل في ظل هنا فتعالى نرتاح تحتها there is some shade travelers المسافرون enjoyed the shade استمتعوا بالظل and cool breeze أو and the cool breeze والنسيم المنعش استمتعوا تمام in the end وفي النهاية the travelers were sad المسافرون كانوا زعلانين زعلانين ليه were sad about علشان being unkind كانوا غير لطفاء to the tree مع الشجرة يا ترى عملوا ايه تعال نقرأ بص بقى يا بطل الفيبل اللي هنقراها بتقول the travelers المسافرون and the tree والشجرة once ذات مرة there was a very big old tree كان في شجرة قديمة كبيرة جدا in a hot dry land والشجرة دي مكانها في أرض land hot حر dry جافة in a hot dry land في أرض حرة وجافة it had lived الشجرة عاشت هناك for لمدة many years سنوات كثير its trunk جذر الشجرة was very wide عريض جدا كبيرة بقى وقديمة فالجذر بتاعها عريض جدا and it had many green branches وليها أفرع خضراء كتير شجرة عجوزة وكبيرة it was famous فالشجرة دي كانت مشهورة شجرة famous مشهورة ليه؟ because it was the only tree لأن هي الشجرة الوحيدة the only الوحيدة the only tree الشجرة الوحيدة where it lived في المكان اللي هي عايشة فيه ما فيش اللي هي and it gave أنا بتكلم في الماضي فمش هقول give طبعا هقول gave and it gave shelter وأعطت مأوى okay it gave shelter and rest واستراحة to hundreds of travelers لمئات المسافرين as they وهم moved across the country ينتقلون عبر الدولة أو يسافرون عبر الدولة فالشجرة دي نقعد نرتاح تحتها شوية it was near four towns والشجرة قريبة من أربع مدن and many villages وقرى كثيرة in its area في المنطقة بتاعتها مدن وقرى في المنطقة بتاعتها هي قريبة منهم وكمان and الشجرة was كانت and was a meeting point نقطة اجتماع for traders meeting point for نقطة اجتماع لي traders التجار one day ذات يوم two travelers اتنين مسافرين who were new to the area كانوا جداد على المنطقة تمام أغراب were walking across the field كانوا ماشيين عبر الحقل and saw the tree وشافوا الشجرة it was a very hot dry day وكان يوم جاف وحر جدا and one of them said واحد منهم قال let's هيا بنا stop let's stop يلا نتوقف under that tree تحت الشجرة دي where there is some shade حيث يوجد بعض الظل يلا كده نتوقف تحت الشجرة حيث يوجد بعض الظل فالتاني قال له that's a very good idea لما انا وافق على اقتراح اقول كده that's a good idea او that's a very good idea انها فكرة جيدة جدا said his friend قال صاحب الكلام ده they rested تمام استراحوا under the tree تحت الشجرة and drank some water وشربوا بعض الماء then they enjoyed the shade بعد كده استمتعوا بالظل ده الظل ده جميل جدا خلينا قاعدين شوية واستمتعوا كمان and the cool breeze والنسيم المنعش
as they were exhausted as هنا because they were exhausted ولأن هم منهكين تعبانين exhausted يعني very tired they soon fell asleep غرقوا في النوم بسرعة ناموا هوا وظل وهم تعبانين تمام فناموا when they لما هم walk ماضي wake woke up لما هم استيقظوا عندما استيقظوا one of the travelers واحد من المسافرين هم اثنين واحد منهم felt hungry felt اللي هي ماضي feel hungry يشعر بالجوع لكن felt hungry شعر بالجوع neither of بقى يعني ولا واحد من neither of them ولا واحد من الاثنين neither of them لا ده ولا ده had any food مع طعام in their bags في الشنطة بتاعته so they looked up فنظروا لأعلى بصوا للشجرة في أكل معاكي ولا ما فيش أكل so they looked up at the branches of the tree نظروا لأعلى لأفرع الشجرة فواحد قال this tree is useless الشجرة دي useless عديمة الفائدة ما فيش منها فائدة تمام one of them said واحد قال الكلام ده this tree is useless الشجرة دي عديمة الفائدة it had no food for us It had no food, مفيش طعام for us لينا. There are no nuts. There are no nuts. مفيش مكسرات. أنا هنا نفيت بنو. There are ما ينفعش أقول aren't بقى مع نو اتنين نفي لا. فأقول are ونو تنفي. There are no nuts. مفيش مكسرات. Or fruit ولا فاكهة. إيه الشجرة دي اللي مفيش مكسرات ولا فاكهة. On its branches على أفرع الشجرة دي. فالتاني قال له but it has shade بس ليها ظل and it's keeping us cool والظل ده يعني بحافظ علينا cool تمام في جو منعش said the other التاني قال له كده but the tree heard الشجرة سمعت okay the tree heard the first traveler's words كلمات المسافر الأول لما قال عليها useless عديمة الفائدة and it was angry وكانت غاضبة Okay. غضبت الشجرة غضبت فقالت له أنت ungrateful أنت ناكر للجميل How can you be so ungrateful إزاي قدرت تكون ناكر للجميل كده okay. How can you be so ungrateful It said You came to me أنت جيت لي feeling تمام وأنت تشعر hot بالحر and tired والتعب I gave you وأنا اديتك a cool comfortable place مكان مريح ومنعش to sleep إنك تنام and I probably وأنا من المحتمل كمان أكون saved your life أنقذت حياتك ده أنا كمان احتمال لو تكون مت من الحر ف I probably saved your life أنا احتمال إن أنا أكون كمان أنقذت حياتك look انظر طب بص كده there is no other cool place to sleep near here مفيش مكان بص كده مفيش مكان تاني منعش هنا انك تنام تحته الا عندي travelers looked around them المسافرون نظروا حولهم and so the tree was correct وشافوا ان الشجرة كانت محقة شجرة معاها حق and felt very sorry وشعروا بالأسف okay they felt very sorry شعروا بالأسف مينفعش نقول عليكي useless في moral نتعلمه هنا ان احنا ندي قيمة لأبسط الأشياء في حياتنا ندي ليها قيمة ندي ليها value فالمورال هنا بيقول لي it's important important يعني مهم it's important إنه من المهم to an it's important to إنه من المهم an it's important to إنه من المهم an give value تعطي قيمة give value it's important to give value مهم جدا إنك تعطي قيمة two small things للأشياء الصغيرة in our lives في حياتنا تاني it's important مهم to give value إنك تعطي قيمة two small things in our life للأشياء الصغيرة في حياتنا يلا يا بطل نحل أنا عارف إن السيشن كبير شوية وطويل بس معلش إحنا يعني مش عاوزين نتأخر في المنهج فيلا بينا نحل على الكلام ده ما تهملش جزء الحل لأن جزء الحل مهم جدا هو ده الخلاصة وشوف كده الكلام ده هيجي لك في الامتحان ازاي فيلا بينا على جزء الحل طيب بص معايا بقى في جزء الحل اول حاجة احنا هنحل على بورت 1 اللي هو
الجرامر اللي هو كان وكد، وبعد كان يستطيع فعل في المصدر، وبعد كد استطاع برضو فعل في المصدر. فبص معايا هنا بيقول لي parrots can، البغبغانات تستطيع، طبعا كان يبقى fly مصدر. طيب she a drive a car، ايه ده انا محتار بين كان وبين كانت وبين couldn't، يا ترى تستطيع ولا لا تستطيع ولا لم تستطع في الماضي. تعال نكمل الجملة. she takes، طيب تمام، she takes the bus. she takes، takes دي ايه؟ مضارع، لان الماضي took لكن المضارع take. طيب she takes the bus، الجملة دي مضارع، خلاص انا اسف يا couldn't، انا بتكلم مضارع. طيب اقول كان ولا كانت؟ الاثنين مضارع. المعنى هي تستطيع ان هي تقود سيارة، هي بتاخد الاتوبيس؟ لا، she can't، هي لا تستطيع ان تقود سيارة، she takes the bus فبتاخد الاتوبيس. طيب هنا my brother برضو عندي نفس القصة، كان ولا couldn't ولا كانت؟ طيب count to 10 when he was، لما كان سنتين، لما كان سنتين يبقى انا الزمن بتاعي ماضي، فمستحيل ان انا اقول كان او كانت طبعا لان دول مضارع، انا بتكلم في was، was ماضي، فطالما بتكلم ماضي فهقول couldn't. last year، العام الماضي، خلاص يبقى انا اسف يا كان واسف يا كانت. last year، العام الماضي، we a travel to Africa، احنا ايه نسافر لافريقيا؟ could، قدرنا ان احنا نسافر الى افريقيا. I couldn't say anything in German، ما اقدرش اقول اي حاجة باللغة الالمانية last year، او ما كنتش بعرف اقول اي حاجة باللغة الالمانية، خلي بالك last year، but ولكن now، ولكن الان. طالما الان يبقى انا هشتغل مضارع، يبقى انا اسف يا could واسف يا couldn't. طيب اقول كان ولا كانت؟ انا هشتغل مضارع، انا بقول ناو، الان دلوقتي. طبعا بات بتيجي بين جمله منفيه وجمله مثبته، يبقى اقول كان، ولكن الان انا استطيع، ولكن الان انا استطيع. طيب هنا بيقول لي last year، العام الماضي، انا بتكلم ماضي، يبقى معلش يا كانت ومعلش يا كان، انا بتكلم ماضي. last year he، العام الماضي هو. طيب اقول could ولا couldn't؟ تعال نكمل الجمله. run very quickly، يجري بسرعة، but now، ولكن الآن he can، احنا قلنا but بين جملتين، لو دي مثبتة يبقى دي منفية، يبقى أنا المفروض هنا أقول couldn't. last year he couldn't run very quickly، العام الماضي ما كانش بيعرف يجري بسرعة ولكن الآن بيستطيع. طيب إيه you play the piano، خلي بالك when you were، when you were، لما كنت، was were ماضي، تمام، يبقى انا مش هستخدم كان، هستخدم كود. طب ليه ما استخدمش كادنت؟ لا انا بسال، فبقول كان يو او كود يو، فهسال بكود لان انا بتكلم ماضي وبقول وير. طيب هنا سوري، انا اسف، اي اي هيلب يو، تمام، سوري اي، ما ينفعش طبعا اي كان هيلب يو، انا اسف انا اقدر اساعدك، يعني اكيد انا اسف انا ما اقدرش. طب كانت ولا كودنت؟ تعال نكمل. سوري اي اي هيلب يو وذ يور هوم ورك، خلي بالك ايم، ام مش واز، واز كان لكن ام مضارع، am و is و are مضارع، انا بتكلم مضارع. sorry I can't help you، انا اسف انا لا استطيع ان اساعدك، with your homework، في واجبك. I'm busy، انا مشغول دلوقتي، I'm busy، يبقى can't اللي هي لا يستطيع، ده مضارع. بعد كده كان عندي listen to part 2، الجزء الثاني اللي كان بيتكلم على الستوري. فاول حاجة عندي listening، طالما listening يبقى انا هشيل الكتاب خالص، تمام، وهجيب نص الاستماع وهطلب من السكر البطل كده انه يستمع للي انا هقوله. طيب بص يا سكر، trees الاشجار، or tall plants يعني نباتات طويلة، they are very important for our earth، مهمين جدا للارض. trees help clean the air، الاشجار بتساعد في تنظيف الهواء. people and animals مالهم، need oxygen to breathe، تمام، need oxygen to breathe. many animals make their homes، بيعملوا بيوتهم in trees، في الأشجار. some trees، بعض الأشجار، can also give us food، ممكن تعطينا طعام. فنيجي نبص هنا كده ويقول لي there are، أو trees، آسف، trees are very important for our earth، الأشجار مهمة جدا للأرض، طبعا true، احنا من غير استماع هنقولها true. trees give us كربون ديوكسيد، الأشجار بتدينا ثاني أكسيد الكربون، لا غلط، فولس، هي بتدينا أكسجين. people and animals need oxygen to breathe، الناس والحيوانات محتاجة الأكسجين علشان تتنفس، فعلا true. طيب animals can make their homes in deserts، الحيوانات بتعمل بيوتهم في الصحراء، لا فولس، هي in trees، في الأشجار. طيب هنيجي بقى على الماتشنج،
وبافتراض ان احنا قرينا العمود ده والعمود ده فهنبدا نحل. When something is useless، لما الحاجة تبقى useless يعني we can't use it، لا نستطيع أن نستخدمها لأن هي useless، و useless يعني عديم الفائدة. Can you، طبعا can you، أنا ببدأ بكان يبقى ده سؤال، فأنا عندي هنا وهنا علامة استفهام هنا وهنا. Can بعدها فعل في المصدر، يبقى can you speak English، can you speak English، تقدر تتكلم إنجليزي. Why برضو سؤال، why are trees important، ليه الأشجار مهمة for humans للبشر. A breeze is، النسيم بيكون a little wind، رياح رقيقة، هنا number four. I couldn't read، I couldn't read، أنا بتكلم ماضي، أنا لم أستطع أن أقرأ. When I was two، عندما كنت عامين، لما كان عندي سنتين، هنا five. القطعة خلي بالك كده قبل ما نقرأها علشان ما نضيعش وقت تاني، وهيطلب summarize للإيه، هيطلب summarize تلخيص للفيرست paragraph، فلما نخلص أول paragraph نلخصه ونجاوب هنا. Summarize the first paragraph، لخص أول فقرة in one sentence في جملة. طيب تعالى كده نقرأ أول فقرة اللي هي لغاية هنا. بيقولي once there was a very big old tree in a hot dry land. It had lived for many years. Its trunk، الجزء بتاعها، was very wide، كان wide، ووايد تعالى برضو wide كده وإحنا قارينها wide اللي هي عريض أو واسع. فلما قال لي هنا، طب هو سأل في وايد، سأل في وايد هنا، وقال لي the underlined word wide، كلمة wide means wide يعني big، واسع وعريض يعني كبير. طيب the trunk was very wide، الجزء بتاعها كان عريض. And it had many green branches، وكان ليها فروع خضراء كتير. It was famous، كانت مشهورة، because it was the only tree، يعني كانت الشجرة الوحيدة where it lived، في المكان اللي هي فيه. And it gave shelter، وأعطت مأوى، and rest، وراحة، to hundreds of travelers، لمئات المسافرين as they moved across the country. الفقرة دي إيه المهم فيها أو إيه أهم جملة فيها؟ إن مثلا there was أنا بتكلم ماضي، there was a very big important tree، كان في شجرة كبيرة مهمة جدا. عايز تقول old، قول old. طيب ده كانت أول paragraph، تعال نقرأ تاني paragraph بقى ونكمل. بيقولي one day، ذات يوم، two travelers، اتنين مسافرين، who were new to the area، كانوا جداد على المنطقة، were walking across the field، كانوا يمشون عبر الحقل، and saw the tree، وشافوا الشجرة. It was a very hot dry day، وكان يوم جاف وحر جدا. And one of them said، واحد منهم قال، let's stop under that tree، يلا نتوقف تحت هذه الشجرة، where there is some shade، حيث يوجد بعض الظل. فالتاني قال له، that's a very good idea، said his friend، إنها فكرة جيدة جدا. خلاص احنا حلينا why. فهنا بيقولي how was the weather، كيف كان الطقس، الطقس وقتها كان عامل ايه؟ طبعا كان hot، كان حر. طيب how was the tree useful for the travelers، it كيف كانت الشجرة مفيدة للمسافرين. It gave them، أعطتهم shade، okay، ظل، and rest، واستراحة، كانت مفيدة ليهم كده، بتديهم ظل وبتديهم استراحة. طيب تعال على الترتيب. Can fast run the lion very، يبقى the lion can، الأسد يستطيع، run، أن يجري، very fast، بسرعة جدا. طبعا احنا المفروض بنكتب الجملة يا بطل، بس علشان وقت الفيديو، وهو أصلا وقت الفيديو كده كده دلوقتي يعني ضرب يعني. Where so the travelers ungrateful، يبقى the travelers المسافرون، where كانوا إيه، so ungrateful، ناكرين جدا للجميل. Live the shells in snails can، snails تمام، ماله، can live، can live يقدر يعيش، in the shells في القوقع بتاعه. Could five you when you swim where، could you هل استطعت، could you swim هل استطعت أن تعوم، could you swim when عندما، could you swim
قدرت تعوم when عندما when you were عندما أنت كنت 5 خمس سنين. Could you swim when you were 5 دي نكتبها دي. Could you swim هل استطعت أن تعوم when عندما you were 5 لما كان عندك 5 سنين. بالنسبة للبنكتويشن هنا why is oxygen important for animals هنبدأ بالحرف الكابيتال تمام الكلام كله عادي بس في الآخر هنعمل question mark أنا بسأل bats لا المفروض البي كابيتال bats can hide in the dark بيختبئ في الظلام فهنا هنعمل full stop آخر حاجة what could you do when you were 3 تمام اكتب 40 كلمة what could you do ماذا استطعت أن تفعل when you were لما كنت 3-3 سنين وقال لك run وقال لك speak طيب أنا هبدأ وأقول when I was 3 لما أنا كنت 3 سنين I could أنا استطعت do أن أفعل many things أشياء كثيرة يا سلام كنت خارق أوي وأنا عندي 3 سنين طيب run I could run كنت بعرف أجري I could run أنا كنت بعرف أجري تمام إيه كمان I could throw a ball I could throw a ball وكنت بعرف أرمي كرة and I could speak وكنت بعرف أتكلم Arabic عربي يعني بقول بابا وماما وكده فبعرف أتكلم عربي بقى. I could speak Arabic وكنت بعرف أتكلم عربي صراحة هما مديني سن يعني أنا مش عارف أبدع فيه يعني أقولي طيب I can لا آسف I could أنا بتكلم في 3 سنين I could walk أوكي okay. I could walk كنت بعرف أمشي طبعا بعرف أجري بعرف أمشي وأنا مش لاقي حاجة أقولها في 3 سنين 3 سنين يعني أقول إيه مثلا طيب أقول مثلا رايد بايك اركب دراجة فلا هم مقللينها معانا شوية يعني ف I could walk أنا كنت بعرف أمشي تمام I could walk أنا كنت بعرف أمشي تعال ناخد شوية كودنت بقى نقول مثلا but ولكن I couldn't speak English كنتش بعرف أتكلم إنجليزي I couldn't speak English أنا ما كنتش بعرف أتكلم إنجليزي or ولا حتى مثلا ride a bike ولا أركب عجلة or ride a bike ولا أركب عجلة تمام فده بالنسبة للparagraph اللي على what could you do when you were 3 كنت بتعرف تعمل إيه لما كان عندك 3 سنين حبيب قلب البطل I love you so much أنا بحبك جدا ومعتذر جدا للإطالة thank you for watching شكرا مشاهدة ما تنساش اللايك الجميلة منك وخلاص خلصنا سلام goodbye